لكل البنات والستات اللي عندها مشكلة في إزالة شعر الجسم، هنقول مع بعض أفضل طريقة للبنات الصغيرة والبنات اللي في الجامعة وحتى العرايس اللي مقبلين على زواج ومشكلة الشعر دي عندهم، شعر زيادة، شعر غزير، ومحرجة إنها تتحط في موقف مع عريسها، والستات اللي متعودة على إزالة الشعر بالسويت أو بالشيرة، لكن طبعا بعد الزواج الموضوع ده بيبقى صعب. عشان نشيل الشعر بالسويت او الشيرة لازم طول الشعر يبقى طول يعني نص سنتي او سنتي، ومفيش عروسة في بداية زواجها العريس هيستحمل ان شعر جسمها او المناطق الحساسة يبقى بالطول ده، وهتتحط في موقف محرج قوي. فالحل الوحيد هشرحهولك في الفيديو وهنتكلم عليه بالتفصيل. لكل البنات اللي بتفكر تجيب براونس الكبيل او العرايس اللي داخلة على جواز، دي اعتبرها من ضمن تجهيزات العرايس اللي لازم تكون معاكي لانك هتحتاجيها جدا، وهتفهمي لما هنشرح في الفيديو. فيا ريت تشوف الفيديو لحد الاخر، ومن اول الفيديو اعملي لي لايك عشان باذن الله هتستفيدي من الفيديو جدا. فخمس دقائق هي ممكن يعني غيروا تفكيرك جدا في استخدام شفرات الحلاقه واستخدام ماكينه ازاله الشعر. طبعا البراونس الكبيل ليها كذا اصدار، انا هنتكلم النهارده على اول اصدار فيهم سلكابيل 1 عشان سعره اقتصادي ومناسب لكل البنات والعرايس اللي احنا يعني ايه الظروف الاقتصاديه عارفينها كلنا. مكتوب ايه عليها؟ تزيل حتى اقصر الشعيرات من الجذور. يعني حضرتك البراونس الكبيل عباره عن ماكينه ازاله الشعر بالملاقيط، يعني بتشيل الشعر من الجذور، مش انها زي الشفرات الحلاقه كده بنشيل من فوق السطح، لا مكتوب عليها كده ريموف اهو شورتست هير فروم ذا روتس، يعني بنشيل من الجذور. طبعا الاصدار ده مكتوب عليه اللي هو فور ليجز، واللي يمشي على الليجز يمشي على الجسم كله. فالشعر اللي في الرجلين واعلى الرجلين الفخاد والبطن والظهر وكل الجسم هي مناسبه لازاله شعر الشعر ايه الجسم ايه كله، وهنشرح بس بطريقه معينه عشان التعليقات اللي جات لي من البنات. البنات بتقول لي ايه، في واحده صاحبتي جابتها وبتطلع لها شعر تحت الجلد، في واحده صاحبتي جابتها واستخدمتها وزودت لها المسام، مش عارفه يعني ايه زودت لها المسام. في واحده قالت لي انها مش عارفه، يعني بصوا في بقى اسئله كتير قوي، فانا هقول لكم ما لها وما عليها وهنتكلم على الموضوع من جميع الجوانب. يبقى اول جزئيه ان حضرتك الظروف الاقتصاديه مش سامحه ان انت تجيبي الاصدار الثالث والثالث والخامس والسابع، الزياده اللي فيهم ايه؟ الزياده اللي فيهم اللي بيبقى فيه راس زياده للمناطق الحساسه، وانا شايفه انها يعني معرفش ملهاش لازمه لان المناطق الحساسه كده كده مؤلمه، فمش القطعه دي اللي هتخلي لي الازاله سهله. الازاله هتبقى سهله ان انا قبل ما مزيل الشعر من المناطق الحساسه هحط كريم مخدر، فهيخدر لي المكان، هيقلل لي الالم، وبعديها نعمل روتين معين كده يحسن لي المنطقه. وطبعا مع ارتفاع سعر الدولار والاسعار المولعه دي، فعايزه اقول لكم ان مثلا الاصدار ده بقى دلوقتي من 800 ل 1000، وانا كنت جايباه من 3 سنين تقريبا ب 300 جنيه، فالاسعار اتضربت في 3. فانا نصيحتي ممكن كل ام تجيبها كده لبنوتتها، نجحت في الاعداديه، نجحت في الثانويه العامه، داخله الجامعه، لا هتهلها العروسة بدل ما حضرتك بتروحي تجيبي برفانات ومكياج وحاجات كده. دي من الحاجات الأساسية، البراونس الكبيل، السشوار، لو انت شعرك مثلا بتستخدمي البيبي ليس، يا جماعة في حاجات مهمة في حياتنا يمكن أكتر من العطور والبرفان والميك اب والحاجات اللي احنا ايه بنجيبها دي كلها. فحضرتك الاصدار ده انا جايباه ومستخدماه، وعايزه اقول لك ان هو مناسب جدا لازاله الشعر في الجسم كله. للامانه انا لم استخدمه في المناطق الحساسه، يعني ما استخدمتوش في الاندر ارم والبيكيني، لكن كل الجسم تمام استخدمته. تمام. طيب احنا لما هنفتحها كده هنلاقي فيها ايه؟ هي زي ما مكتوب برضو كده، تزيل حتى اقصر الشعيرات من الجذور، تترك بشره لاعمه تدوم لاسابيع، وده شيء منطقي جدا بما انها بتشيل الشعر من الجذور، فهي بتديكي نفس نتيجه السويت او الشيره، هي هتشيل الشعر من الجذور. طب ايه الفرق ما بينها بقى وما بين السويت او الشيره؟ ان حضرتك دي ممكن الشعرايه تبقى لسه ربع سنتي كده وتمشيها عليها هتشيل لك الشعرايه من الجذور زي ما هو واضح كده في الصوره، لكن السويت او الشيره
كل طبعا الستات عارفه ان انا لازم استنى الشعرايه يبقى طولها سنتي مثلا عشان اقدر اشيلها وتقدر تمسك في السويت او الشمع عشان ايه تتشال. من جوه الادابتر اللي بتشتغل بيه، وهتلاقي بقى ايه من جوه الادي شكل ايه شكل القطعه. ده اون واوف، استخدامها سهل ايه سهل جدا. وده شكل الراس ايه بتاعتها. طب هي بتشيل الشعر ازاي ياسمين؟ هي عبارة عن ملقاط عامل كده، لما بتدور بيفتح ويقفل ويمسك ويشيل الشعر، يعني يفتح ويقفل كده ويمسك الشعراية ويشيلها. فهمتوا معايا؟ طيب التفاصيل بقى اللي ايه مش هتلاقوها في اي يعني فيديو اللي عندي ياسمينة، فين اللايك الحلوة؟ احنا بنفتح من الجنب هنا، بتدوسي على ده كده الراس دي بتتخلع، الراس بتتخلع كده. ولازم بقى بعد كل استخدام تنظفي من جوه هنا وتنظفيها عن طريق ايه فرشة صغيرة كده. دي فرشة كانت ايه عندي، بتستخدميها كده عشان تنظفيها كويس جدا. وقبل الاستخدام بنرش عليها كحول، وبعد الاستخدام بتنظفيها وترشي عليها كحول وتحافظي على حاجتك. معلومة على السريع كده، ده الإصدار القديم من البراونس الكبير، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده عندي من يعني 20 سنة. أنا جبتها وأنا تقريبا يعني داخلة الجامعة، ونفعتني جدا وقعدت سنين سنين أستخدمها. ما يعني يعني بص هقول لكم، دي من الأسباب اللي بتخلي أي عروسة ما تتحطيش في موقف محرج كده مع العريس وفي بداية جوازك وأنت في الجامعة وأيام الامتحانات، ما عندكيش وقت بقى ولا تقعدي تدخلي الحمام والتلزيق بتاع السويت والكلام ده كله، أنت وأنت قاعدة في أوضتك نص ساعة جسمك كله تخلصيه. بالنسبة للناس يعني اللي جسمها كان ايه مشعر، فاللي عندها الاصدار ده او عند مامتها على فكرة ده من احلى الاصدارات، وده يعني اللي هو الفرنساوي الاصلي، كل مكوناته فرنسية. فحتى لو بعد سنين كده انا عايزة اقول لكم صوتها بقى غريب كده وكانت قربت تبوظ، وديتها لحد كهربائي جنبي نظفها وزيتها ورجعها جديدة. فاللي عندها دي ما تفرطش فيها خالص، يعني دي الايه دي الجديدة بتاعتها. وعايزة اقول لكم ان القديمة دي فيها سر كده، بس انا مش هقوله في الفيديو ده، هتلاقوه في فيديوهات الشورتس. شوفوا فيديوهات الشورتس، الفيديوهات القصيرة، هتلاقي فيها نصايح على السريع كده هتبقى مفيدة لكل البنات والستات من المتابعيني على محتوى اليوتيوب. طب من اهم الحاجات بقى اللي هناخد بالنا منها عشان يا ست الكل البراونس الكبير ما تعملكيش ولا جلد وزة ولا مسام ولا شعر تحت الجلد ولا اي حاجة، اهم حاجة طريقة الاستخدام. ايه هي طريقة الاستخدام يا ياسمين؟ حضرتك هتاخدي شاور وتنظفي جسمك عشان جسمك ما يبقاش عليه ولا دهون ولا املاح ولا وساخة ولا اتربة. يعني مش حضرتك جاية من بره كده وعرقانة وبتاع وطلعت في دماغك تعملي ازالة شعر بالبراونس الكبير، لا جسمنا نظيف. وحضرتك هتمسكي الجهاز كده الرك ان انت تعمليه بزاوية 90، يعني مثلا ايه ايدك اهي رجلك جسمك، حضرتك هتشغلي الجهاز وتشتغلي كده وتبدأي ايه تشيلي الشعر، تخلي المكنة زاوية 90، زاوية قايمة عمودية كده على رجليكي على ايديكي مع عكس اتجاه الشعر، عكس اتجاه الشعر. يبقى ادي الشعر اهو حضرتك ماشية عكس اتجاه الشعر بزاوية قايمة 90. فين اللايك الحلوة؟ ومستنية تعليقاتكم الجميلة على الفيديو اللي اعتقد مش هتلاقوه في اي ايه محتوى عربي، ممكن تلاقوه على المحتويات الاجنبية. طيب خلاص عملنا جسمنا، نشطف بالمية وعليكي وعلى الترطيب. اي موسترايزر لوشن عندك رطبي بيه جسمك يا ست الكل. طب لو هجربها في اندر ارم مثلا، قبلها بنص ساعة هتدهني طبقة محترمة كده من البريدوكاين، وبعد ما تعملي ممكن تدهني نقطة بيتا ديرم لو بشرتك حساسة وبشرتك بتلتهب. طب انا بشرتي عادية وتمام ياسمين، ممكن حضرتك تحطي الجراميسين والكريم المنقذ بتاعنا بقى اللي هو ارخص كريم كده بيفتح ويضيع الالتهابات، واتكلمنا عليه في فيديو، واللي ما شافتش الفيديو بالتفصيل تروح تشوفه. كريم ميبو اللي قلنا بعد ليزر ازاله الشعر، بعد السويت، بعد التقشير البارد، بيبقى ايه حلو جدا كريم ميبو. الناس بقى اللي عارفه ان جسمها بيطلع ممكن حبايه دم مش عارفه ايه، ممكن تحط برده نقطه فيوسيدين، وهو انا باكد فيوسيدين مش في فيوسي كورت يا جماعة، الفيوسي كورت فيه كورتيزون، لكن الفيوسيدين يعني ما فيهوش او في نسبة بسيطة، لان انا مش صيدلانية فمش عارفة. الحاجة الامنة اللي اقدر اقولك حطيها وانت مطمنة الجراميسين، يعني ايه انا بحطه يعني ورا اي حاجة انا بعملها في وشي، درما بين حباية ازالة شعر اي حاجة، بحط الجراميسين وبحط الميبو. لكن الميبو الناس اللي بشرتها
عادية وجافة تحطه عادي وهي مطمنة، لكن الناس اللي بشرتها دهنية تحطي لحسة بسيطة، لان هو طبعا ايه كريم دهني قوي، يعني هو عامل زي المرهم كده اكتر منه ايه كريم. فالناس اللي بشرتها دهنية يعني ايه تبقى حد يعني ايه ايديها خفيفة كده. يا رب يكون محتوى الفيديو مفيد بالنسبة لكم، وقلنا كل التفاصيل اللي مش هتلاقوها في اي محتوى اخر. لايك وشير وسبسكرايب.